السلام عليكم. عبد الواحد تخبيست، رئيس المؤسس والمدير التقني ديال الجمعيه المغربيه لمحاربه الشغف في الملاعب الرياضيه والمؤسسه التعليميه. اليوم تنشكروا الصحافه المغربيه اللي جات عندنا باش تحدثت معنا على الشغب اللي وقع الاحد الفايت في اكادير وفي خريبكه، وحنا هادشي ما بغيناش يتكرر. ان هاد الشغب هذا تيمس بالبلاد ديالنا وبلاد دولة الحق والقانون، لأسس سيدنا الله ينصره. باقي تنقولها وتنقولها أي صعب تنقولها له، لأن سيدنا الله ينصره هو اللي تيهتم بحقوق الإنسان والكرامة ديال هاد البلاد، اللي فاتح لهم الرياضة، دير لهم ملاعب القرب، دير لهم مدارس ديال الرياضة. علاش هاد الشباب ما مشيوش يتأطروا؟ حنا هاد لي زيطرا اللي تيديروا الشغب، ماشي هما تيديروا الشغب، كاين ناس تيدفعوا دوك الناس اللي تيديروا الشغب. الناس يدفعوا. حنا هاد رجال الامن الوطني اللي تنشكروا السيد المدير العام للامن الوطني اللي خدام بكل شبابيه بكل نزاهه، اللي داير واحد الخاليه اللي مقابله الشغب في الملاعب. تيحسوا الناس وتيجيو الناس تيديروا الشغب، هادشي ما نتقبلوه شيء. القوات العموميه، الامن الوطني، الدرك المريخي داخل خارج الحضاري، السلطات المحليه خدامه بكل شفافيه بكل نزاهه، ولكن هاد الناس هادو الله يهديهم، خص هاد الشباب وهاد الاطفال تيدخلوا الملعب بدون اباء ديالهم، هادشي ما تقبلوش شيء. وهادشي الجميع الملك كره القدم ديجا قلنا لهم هاد القضيه هادي. الدري الصغير الا بغى يدخل، الدري الصغير يدخل معاه شي واحد من العائله ديالو يكون كبير باش يتحمل المسؤوليه ديالو، او الشاب اللي غيدخل التيران يكون عنده البطاقه الوطنيه، او دار واحد البطاقه ديماتيك يعني الكتروني كما تنقولوا. هذيك هي اللي بقى تخلص الشهر او ثلاث شهور، هذيك هي اللي تبقى تدخل الملعب باش يتحمل المسؤوليه. داك الشخص اللي معني بالامر تيدخل التيران، بحال اللي يتحمل المسؤوليه. علاش؟ باش الا وقع شي حادث تمشيو داك الشيء. حنا كاين دابا، نعطيك انا مثلا في الانجليز، الا بغيت تدخل الملعب بحال داخل المسرح، الا كان عندك رقم جوج وعندك انت رقم ثلاثة ما تلقيش ليا في رقم جوج. حنا لا، انت رقم، انت عندك 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 التيكيت، التيكيت هي بلاصتي، انت تهضر معايا تيدابز معايا، هذاك داخل في الشغب. حنا تنشكر جميع الملاك كرة القدم، هادشي راه باقي النظام ما عندناش. النظام خصها دار مناظرة، هاد المناظرة تتشمل كل جميع الكلام اللي غتقول للجميع، او نقول لك الجمعيه المغربيه على الشغب. وتنشكر الوزاره الداخليه اللي خدامه بكل شفافيه بكل نزاهه، عيات ما دير جميع الحلول، ولكن الجامعه الملكيه لكره القدم ما بغاش تعاونها، وزاره الشباب والرياضه ما بغاش تعاونها. خص جميع الشركاء ينوضوا يتعاونوا معنا، الجامعه الملكيه لكره القدم، وزاره التربيه الوطنيه والشباب والرياضه، وزارة الثقافة خصنا التعاون، التكوين المهني خصو يعاون، الجامعة الملكية لكرة القدم هي من الأولياء الصالحين اللي خصها تعاون كما تيقول الناس الأولين، وزارة الداخلية راه مشكورة على المجهودات تقوم به، الأمن ديال خدمته، الدرك ديال خدمته، القوات العمومية ديال خدمتها، السلطات المحلية ديال خدمتها، الصحافة ديال خدمتها، ولكن الجامعة خصنا تنوض تحرك، إلا بغينا نساليو هذا الشيء هذا، إلا بقينا غادي نبنج ديال الشغب راه تنطيحوا بالرياضة الوطنية ديالها. الرياضه الوطنيه ديالنا تنطيحوا بها. ما بغيناش شي بلاد اللي تعلق علينا تقول لها هي بلاد دولة الحق والقانون، واليوم تتصبح فيها الشغب، هادشي ما نتقبلوش فيها. حنا ماشي نتفرجوا، حنا جينا نتفرجوا في الكره، حنا ماشي بلاصه حرب. كاين بعد دابا في الانجليز الا درتي الشغب بحال درتي الارهاب، تتحاكم الحكم الحكم ديال الارهاب. تخريب، نهار اللي وقع الشغب، الشهر الاول اللي كانت وقع عندهم الشغب شحال هادي، هذا هو السيستم اللي عندهم دابا. وحنا دولة الحق والقانون ولينا ولا الامن بلادنا تيضرب بلادنا الحبيبه، هادشي ما نتقبلوش. حنا اليوم الحمد لله المديريه العامه للامن الوطني لانني درت خاليه اللي مهتمه بحقوق الانسان والكرامه ديال بلادنا. حنا ما تنضربوش، حنا الامن ما تيضربش، الامن ما تيتعداش، السلطات المحليه ما تتعداش، وزاره الداخليه ما تتعداش، ولكن راه داك الشباب اللي تيدخل الملعب هما اللي تيتعداو، راه هما اللي تيظلموا. واش جاي يتفرج ولا جاي يدير الفوضى؟ واش انت داخل نهار انت تدخل على الباب الملعب، تدخل سيدي ومولاي، ومن تيسالي الماتش
تتولي تتولي تضرب. كيفاش هذا الشيء هذا؟ الامن الامن ماشي ما تيخافوش منه، او الامن تيخاف من 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 دوك الشباب اللي تيدخل الملعب. لا، حنا تنخافوا مدير هذا الحق والقانون اللي اسس سيدنا الله ينصره. الامن تيهتم بحقوق الانسان والكرامه، ما تيضربش بحال تيضربوا دوك الشباب الامن من بعد الماتش. الانسان ما يمشيش غلط، ما يمشيش غلط. الامن ما تيخاف من حد، الامن ما تيخاف من حد، تيهتم بحقوق الانسان، تيحاول دوك الشباب يحسهم ويعطيهم الكرامه ديالهم ويعطيهم الحقوق ديالهم. ولكن هاد الشباب وهاد الاطفال ما تيعرفوش شنو هي هاد المساله. هاد الشاب اللي مات الله يرحمه ويوسع عليه الرحمه المغفره، اللي ديال الشد ديال لبس لبسه ديال 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 الجيش الملكي، وناض واحد جاو ناس برانيين وقتلوه، هاد الشيء ما تنتقبلوش العقل. مني ولات الرياضه ولا انسان تيموت فيها شاب او شابه، كل ماتش ديال الكره هادي احسن. خصنا انا الجامعه الملكيه كره القدم معنا جات تصريح وعزات شي واحد من هاد الشباب اللي تيموتوا، تقول تنوض شي واحد من الناطق الرسمي ديال الجامعه وتقول الله يرحمه ويوسع عليه الرحمه المغفره هذاك الشاب، مع اننا ما ناضش. يلا ينوضوا البرلمان، مجلس النواب ينوضوا ينوقفوا وقفه رجوله ويهزوا يديهم وينوضوا يهضروا على الشغب، ما هو الحلول للشغب في الملعب. حنا كجمعيه المغربيه لمحاربه الشغب معني ما خلناش شي دعم لا من الجامعه ولا من وزاره الشباب والرياضه ولا من جميع شي قطاعات باش نوضوا حنا ونديروا حنا واحد اللافتات ونديروا ذاك. حنا تنديروا شي من مالنا الخاص باش نوضوا نحسوا الشباب ونحطوا الاطفال وفي المؤسسات التعليميه وفي المؤسسات الدينيه من مالنا الخاص، حيت حنا تجينا الغيره لهذه البلاد السعيده تحت القياده ديال سيدنا الله ينصره، تجينا الغيره على هذه البلاد السعيده. وهاد الناس يتفرجوا فينا، حنا ماشي فرجه كجمعيه المغربيه لحربه الشغب، حنا تنديروا التحسيس، تنديروا التوعيه. انا تنوجه النداء ديالي رئيس الجامعه والمكتب المسير وزاره التربيه الوطنيه والشباب والرياضه باش ينوضوا يجلسوا على الطاوله وديال التكوين المهني، تما ينوضوا يجلسوا على الطاوله. هاد الشيء راه كثر، انا راه تنشوف هاد الشيء تنتاسف وتنبكي لهاد البلاد هادي اللي تيوقع فيها هاد الشغب هذا. وتنوجه الشكر ديالي للصحافه المغربيه لا الالكترونيك او اللي تتهوى على الهواء، تنوجه لهم الشكر على التضحيه ديالهم الكامله اللي تيمشيو للكنايز وتيمشيو للتيرانات وتيمشيو للشارع العام وتضحيو من اجلهم ومن اجل العائله ديالهم. تنوجه الشكر ديالي، تنوجه الشكر ديالي للمديرية العام للامن الوطني والدرك الملكي والقوات المساعده والسلطات المحليه اللي تيقوموا بالمجهود الكافي، وجميع المديرين ديال الانديه والرؤساء الانديه على المجهودات. وتنطلبوا من الله يهدي هاد الاطفال ويهدي الامهات المسلمه كلها، وشكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنساوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم.